الرياضيين المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية سجلنا في الأسابيع الأخيرة تأهلات متتالية وانضمام رياضيين إضافيين إلى قائمة المتأهلين إلى استحقاق طوكيو ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 رياضيا متأهلا إلى غاية اليوم. إذا نحسب السباحة تاع الأمس نعم دونك 41 رياضيا متأهلا بعدما كان لا يتجاوز عتبة 14 رياضي في بداية سنة 2020. نقول 40 وإن شاء الله 41. كما تميزت هذه النتائج بتأهل تخصصات رياضية لأول مرة في تاريخ الرياضة الجزائرية فضلاً عن تأهلات قياسية في رياضتي المصارعة بثمن مصارعين والمبارزة بأربع مبارزين. أما بخصوص رياضيين من ذوي الهمم العالية كعهدنا بهم أبطالا يشرفون دوما الراية الوطنية فقد ارتفع عدد الرياضيين المتأهلين إلى الألعاب البارالمبية إلى 59 رياضي إلى حد اليوم.